مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، أقدم لكم اليوم حلوة الطابع. حنعبر بهذا الكيس، نحتاج 8 حبات بيض، 8 هذا الكيس حنعبر به السكر والزيت، نحتاج 8 كيسين سكر، 8 كيسين زيت. نضع جميع المكونات ونقوم بخفقها، ثم نضع معلقة صغيرة فانيليا، ونضع معلقة صغيرة عطر الليمون، وكيلة مايزينا، معها 4 خميرات حلويات، ونقوم بغربلتها، ثم نخفق مرة أخرى. ثم نلمها بالفرينة. حتى نضع بشوية حتى تتكون معنا عجينة طرية. ثم نقوم بفردها وطبعها بأي طابع تريدونه. فوضعها في صينية الخبز، ثم نضع عليها فوق البيض صفار البيض والجلجلان أو كما تريدون. إدعموا قناتي وشكراً.